إجماع نيابي على حسم رئاسة البرلمان اليوم، الكفة تميل للمشهدان وتقدم توقع وثيقة لانتخابه. تفويج أولى قوافل الحجاج من مطار بغداد، والداخلية تؤكد تأمين الطرق البرية لضيوف الرحمن. المفوضية تحدد موعد انتهاء صلاحية عملها وتواصل استعداداتها لإجراء الاقتراع في كردستان. المطالبات بعطلة عيد الغدير تتعالى، الصدر يعدها درء للطائفية والمكون السني يلوح بخيار آخر. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة الرابعة وللتفاصيل، حيث باشر مجلس النواب الآن بإجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب، وذلك عقب توجه أعضاء المجلس إلى القاعة الكبرى، ويتنافس على رئاسة البرلمان وفق دائرة الإعلامية كل من النائب سالم العيساوي والنائب طلال الزوبعي والنائب عامر عبد الجبار والنائب محمود المشهداني. يأتي ذلك بعد أن صوت المجلس على تمديد فصله التشريعي 30 يوما، بما أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون العطولات الرسمية ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون مفوضيات الانتخابات. وللحديث أكثر حول مجريات جلسة انتخاب رئيس البرلمان ينضم معي من مبنى مجلس النواب مراسلنا هناك فقار فاضل. فقار، بعد التحية يعني ضعنا بصورة أولية حول مجريات جلسة انتخاب رئيس البرلمان. فوزان، المجريات الحالية هي دخول أعضاء مجلس النواب إلى القاعة الكبرى، هذه القاعة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، وأيضا يعني مع أعضاء مجلس النواب هم المرشحون الأربعة دستوريا، النائب محمود المشهداني والنائب سالم العيساوي والنائب طلال الزوبعي والنائب عامر عبد الجبار. قبل قليل كان هنا في الدائرة الإعلامية النائب أيضا المرشح لرئاسة مجلس النواب وهو طلال الزوبعي، وأعلن من داخل المركز الإعلامي دعمه الكامل للنائب المرشح عن يعني تقدمه أيضا الصدارة محمود المشهداني. وأيضا يعني تحدثت مصادر نيابية للرابعة قبل قليل ربما ستكون هنالك يعني أكثر من جولة لحسم يعني انتخاب رئيس جديد للبرلمان، فهي الأمور حتى اللحظة هي أمور ضبابية بين من سيكون الفائز بمنصب رئاسة البرلمان. هنالك يعني قبل دخولهم إلى القاعة الكبرى كانت اجتماعات في يعني في كتلة بدر النيابية وأيضا في كتلة الصادقون النيابية والكتل الأخرى لغرض الاتفاق على دعم يعني مرشحهم وهو يعني المشهداني، وربما هنالك من يدعم العيساوي. الأمور داخل مجلس النواب يعني فقار ذكرت أن هناك اجتماعات سبقت الملف الانتخاب الآن في القاعة الكبرى لاختيار رئيس مجلس النواب، وربما تكون هناك أكثر من جولة. قبل الحديث عن الجولات دعنا نتحدث عن الاجتماعات، عن ماذا تمخضت؟ هل لديك معلومات يعني عن كتل الإطار وأيضا قادة الإطار من هذه الاجتماعات؟ من هو المرشح الأوفر حظا لنيل ثقة الإطار التنسيقي اليوم أثناء الاختيار والتصويت؟ فوزان، بطبيعة الحال العرف السائد هنالك مكونات داخل مجلس النواب، المكون السني والمكون الشيعي وأيضا الكردي، هنالك مواقف مبنية على هذه المكونات. إذا تحدثنا عن المكون الشيعي ربما هنالك داخل الإطار التنسيقي
أكثر من مرشح يعني وهم داعمون، هنالك من يدعم العيساوي وأيضا هنالك من يدعم المشهداني، فالانقسام واضح داخل الإطار التنسيقي، وهذا الانقسام أيضا يعني داخل الاجتماعات والمشاورات والمباحثات في سبيل تقرير مصير يعني المرشح الذي سيفوز برئاسة مجلس النواب، فالمواقف هي متباينة بين الكتل الشيعية، والأمر مماثل بالنسبة للقوى السنية، هنالك يعني حديث وربما وصل حتى مرحلة الجدل والسجال بين أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون المكون السني بسبب من سيكون المرشح. هذا الأمر أيضا يعني سينطبق على المكون الكردي، لا سيما على الحزبين الحاكمين وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني. هنالك من يذهب باتجاه الإطار التنسيقي ويكون داعم للمشهداني، وآخرين أو آخرون هم يدعمون العيساوي. الحظوظ حتى هذه اللحظة هي تتوجه نحو سالم العيساوي وأيضا محمود المشهداني. كذلك تحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب طلال الزوبعي قبل تقريبا نصف ساعة هنا في المركز الإعلامي، وهو تحدث عن انسحابه من قضية الترشيح وأيضا تسنم منصب رئاسة البرلمان، لكن في نفس الوقت هو دعم محمود المشهداني، والنائب الآخر وهو عامر عبد الجبار مرشح مستقل، وربما ستكون حظوظه قليلة قياسا بالعرف السياسي المعروف بأن منصب رئاسة البرلمان وهو للمكون السني. لكن يعني هذه المواقف هي متباينة بين يعني جهة وأخرى، ستكون يعني ربما لحظات الحسم من خلال التصويت. فقار بعد الانتقال إلى القاعة الكبرى، هل ما زال النصاب القانوني كافيا للقيام بعملية التصويت؟ وفي حال تم أي انسحاب أحد المكونات أو الكتل داخل البرلمان في جولات التصويت، ما هو العرف السائد داخل المجلس؟ هل سيتم اللجوء إلى التصويت العام أم تأجيل يعني جلسة انتخاب الرئيس؟ المقاييس مختلفة على مستوى هذه الجلسة، لا سيما أنها جلسة يعني ربما فيها حساسية عالية بخصوص انتخاب شخص يمثل السلطة التشريعية خلال السنوات المقبلة. فإذا تحدثنا عن قضية تحقيق النصاب القانوني وأيضا ربما كسر النصاب من بعض الكتل التي ربما تعترض على فوز مرشح على حساب مرشح آخر، لكن حتى اللحظة الحاضرون كما أعلنت الدائرة الإعلامية هم 258، لكن هنالك أعداد من النواب نحن يعني شاهدناهم عيانيا وهم دخلوا إلى القاعة الكبرى بعد يعني إحصائهم من قبل يعني الدائرة الإعلامية وهي أعلنت عن رقم سابق، لكن الأعداد ربما بدأت تتزايد شيئا فشيئا خلال الدقائق الماضية. وأيضا هنالك ربما هذه الاتفاقات السياسية هي على قضية الدخول إلى القاعة الكبرى في سبيل يعني إلى أين تتجه الأمور أو إلى أين ستكون الأصوات، لكن بطبيعة الحال هنالك حزم من قبل القوى السياسية على يعني الانتخاب وأيضا على قضية فوز المرشح الذي تدعمه سواء كان محمود المشهداني أو سالم العيساوي. يعني هذه هي الأمور الحالية في مجلس النواب، يعني لكن كما ذكرت سابقا هي لا زالت في غموض لغاية الآن. فقرت أن أكون معك أول بأول في حال ورود أي جديد لديك وأثناء بدء عملية التصويت والجولة الأولى للتصويت لاختيار رئيس لمجلس النواب. إذن من مبنى مجلس النواب مراسلنا هناك فقار فاضل، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
دعا مرشحه رئاسة مجلس النواب محمود المشهداني أعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل إلى الإدلاء بأصواتهم بكل شفافية لاختيار رئيس جديد للبرلمان. المشهداني وفي بيان أشار إلى أن مصلحة الدولة هي المعيار الأساس الذي سيعمل بموجبه حفاظا على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والسلم المجتمعي. كما وعد المشهداني الشعب بالعمل على تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للسلطة التشريعية. ومن جهتها أعلنت كتلة الصدارة النيابية دعمها لانتخاب محمود المشهداني رئيسا للبرلمان. النائب عن الكتلة طلال الزبعي قال إن وقوف كتلته مع المشهداني نابع من قدرته على تثبيت الوحدة الوطنية ودعم بناء الدولة وترسيخ دور المؤسسات الدستورية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة. كما وشدد الزبعي على ضرورة أن تكون أصوات الشعب مسموعة وأن تكون مصالحهم هي أساس كل قرار يتخذ في البرلمان. كما وقع نواب تحالف تقدم وثيقة رسمية تمثل الأغلبية السنية لحضور جلسة البرلمان اليوم. وبحسب الوثيقة الموقعة من 47 نائب، فإن نواب تقدم سيشاركون في جلسة اليوم والتصويت لانتخاب النائب محمود المشهداني رئيسا جديدا لمجلس النواب. في شأن انضيصلة، كشف عضو الإطار التنسيقي عقيل الروديني عن تساوي حظوظ المرشحين لرئاسة مجلس النواب. الروديني في حديث للرابعة أشار إلى أن هناك من يميل للتصويت إلى محمود المشهداني، بالمقابل أيضا هناك من يريد إعطاء صوته للعيساوي في جلسة اليوم. اليوم هنالك انقسام حول يعني هذا الموضوع، تسمية الشخصيتين باعتبار الأخوة لن يتفقوا على شخصية معينة، وبالتالي تركوا الموضوع للأخوة أعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية لحسم هذا الموضوع. يعني فيما يخص الإطار التنسيقي، أعتقد هناك انقسام، هناك من يدعو إلى انتخاب السيد محمود المشهداني باعتبار أنه شخصية معتدلة ويعني لديه خبرة سابقة في إدارة مجلس النواب، وهنالك من يعتقد أن سالم العيساوي هو أصلح للمرحلة القادمة. لا يعني يخفى أن هنالك تحدي، هنالك صعوبة في هذه الجلسة، لكن نحن نعتقد أن الأمور سوف تسير بسلاسة، وربما تكون أكثر من جولة، ما لا يمكن أن تحسم بجولة، ربما بجولتين أو ثلاث جولات يتم حسم هذا الموضوع، لأن هنالك تنافس شديد. مشاهدينا الكرام، للحديث حول ملف رئاسة البرلمان ينضم معي في الاستوديو رئيس مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستاذ عمار العزاوي. مساء الخير استاذ عمار. حياك الله، اهلا وسهلا. يعني اليوم مجلس النواب والان تحديدا ينتخب رئيسه الجديد، برايك الى من تميل الكفه ومن هو الاقرب لنيل المنصب، المشهداني ام العيساوي؟ نعم، تحيه طيبه طبعا مره ثانيه لك ولمشاهدي قناه الرابعه. حقيقة لحد هذه اللحظة عدد الذين تواجدوا من السادة النواب وصل إلى 286 نائبا، وستبدأ عملية التصويت. يعني لحد هذه اللحظة العدد هو جيد، ولكن باعتقادنا أنه أي من المرشحين ربما في الجولة الأولى لن يستطيع أن يصل إلى النصف زائد واحد، لأن تعرف جيدا أنه يحتاج الفائز إلى أن يحصل على 166 صوتا وصعودا. المفاوضات خلال الساعات الماضية كانت على أشدها بين المرشحين وبين الكتل السياسية، كانت هنالك جلسات، ولكن تعرف جيدا هنالك اتفاقات سياسية وهنالك تحالفات بين الكتل السياسية، وهذه هي التي ستجعل أو ستكون مائلة بكفتها لطرف على حساب طرف آخر، خصوصا وأنه بعض الكتل السياسية أكدت على أنه دعمها سيكون لمن يمتلك الأغلبية في المقاعد. وتحالف تقدم يوم أمس قدم قائمة ب 46 نائب، بالمقابل النواب عدد نواب المكون السني هم 76 نائب، إذن الطرف الآخر يمتلك 30 نائب. فالأغلبية ستكون باتجاه تحالف تقدم. يعني نعم،
نعم، نتحدث أيضا يعني هناك ما ذكر أن حظوظ المرشحين اليوم العيساوي والمشهداني ربما متساوية، يعني هناك كتل أيضا من الإطار ورؤساء كتل سيقومون بالتصويت للعيساوي وبالمقابل هناك تصويت للمشهداني. من يعني المرشح الأبرز سيكون اليوم والفائز ربما يعني تكهنا حسب المعطيات المتداولة لدينا؟ يعني شوف والله لحد هذه اللحظة وباتصالات مستمرة طبعا مع الأخوة النواب ولمعرفة آخر التكهنات صعبة جدا لأن تقارب عملية تقارب بالكتل، لكن باعتقادي أنه تحركات تحالف تقدم السيد المشهداني خلال هذه الساعات وتعرف أنت التحالفات والاتفاقات السياسية تلعب دورا مهما أيضا، وايضا لا تنسى انه هنالك بعض الجهات السياسيه او بعض الكتل السياسيه اعلنت انه دعمها سيكون باتجاه في الجوله الثانيه اذا لم يحدث ان حصل احد الاطراف على العدد المطلوب، في الجوله الثانيه سيذهب باتجاه من هو اكثر عددا، يعني مثلا احد مثلا السيد المشهداني يقول حصل بالجوله الاولى 130 صوت او 140 صوت والسيد سالم حصل على 120 او 110، هناك كتل ستذهب بالجولة الثانية باتجاه السيد المشهداني والعكس أيضا. ليش؟ لأن تريد أن تحسم الموضوع. نعم. تعرف جيدا حسب القانون أنه إذا لم يحصل أحد المرشحين على النصف زائد واحد فستستمر حتى لو 10 جولات أو 20 جولة لنهاية الموضوع. نعم. نهاية إلى أن يحصل. نعم. في حال فوز مرشح تقدم الذي وقع وثيقة لانتخاب محمود المشهداني، ماذا سيكون موقف باقي الكتل السنية الممانعة لمحمود المشهداني أو التي تقف مع العيساوي في ضد المشهداني؟ يعني هذا خيار الديمقراطية وهذا خيار الاستحقاقات وهذا قناعات النواب وما أفرزته الانتخابات، يجب أن يحترم هذا الرأي وأن نمضي برئيس البرلمان الجديد لأن هنالك استحقاقات وهنالك أمور كثيرة في الناحية التشريعية والناحية الرقابية على مجلس النواب أن يمضي بها. 6 أشهر مضت كان منصب الرئيس شاغرا مع احترامنا للسيد المندلاوي وإدارته للجلسات، لكن وجود الرئيس سيغير الكثير من العمل خصوصا وأن هنالك استحقاقات كما أشرت مهمة تحتاج إلى وجود الرئيس خلال الفترة القليلة القادمة. نعم، هناك بعض الأوساط النيابية تحدثت عن ربما اتفاقات تمحورت حول التنازل عن بعض بنود قانون العفو العام في حال انتخاب محمود المشهداني من قبل التصويت إليه من قبل كتل بالإطار، يعني هل من الممكن أن يكون هناك اتفاقات وصلت لهذا الحد حول قوانين معينة داخل المجلس للحصول على المنصب الرئاسي؟ يعني أتكلم لك بموضوعية وبدراية وعلى اطلاع بكل ما تم خلال الساعات والأيام الماضية، لم يحدث هذا الشيء ولم يفرض شيء على السيد المشهداني من قبل الإطار التنسيقي، لأن تعرف جيدا كل القرارات كل القوانين هي أصلا لا تمر إلا عبر الاتفاقات السياسية وعبر التقارب بين الكتل السياسية لتمرير قانون. كل القرارات السابقة كل القوانين السابقة المهمة طبعا أتكلم هي لم تمضي إلا من خلال الاتفاقات السياسية على تمريرها، لم يحدث هذا الشيء ولم يفرض أي شيء بقدر ما أنه عملية المضي بانتخاب الرئيس. نعم، إذن رئيس مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الأستاذ عمار العزاوي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أعلنت هيئة الحج والعمرة تفويج أولى قوافل الحجاج جواً عبر مطار بغداد الدولي فيما أشارت إلى انطلاق الحجاج براً يوم الأربعاء المقبل. وقال رئيس الهيئة سامي المصودي في مؤتمر صحفي إن رحلات الحج الجوية ستكون من مطارات بغداد والنجف الأشرف والبصرة وكركوك والسليمانية وبالإضافة إلى مطار أربيل، مضيفاً أن قوافل الحجاج البرية ستنطلق يوم الأربعاء المقبل.
ومن جهته أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن جميع قوافل رحلات الحجاج العراقيين مؤمنة من قبل القوات الأمنية. الشمري قال إن جميع الاستعدادات استكملت لتأمين تفويج الحجاج إلى الديار المقدسة، حيث أشرف وزير الداخلية على انطلاق أول قوافل إلى بيت الله الحرام من مطار بغداد الدولية. كما أشار إلى أن جميع قوافل رحلات الحجاج مؤمنة حسب الخطة المرسومة لها. ومن جهته أكد مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم تسيير 4 رحلات من مطار بغداد الدولية ورحلة واحدة من مطار النجف الدولية يوميا. عبد المنعم أشار إلى أن عملية تفويج الحجاج ستستمر حتى يوم 6 من الشهر المقبل. السلام عليكم. يا بتوصلون بالسلام إن شاء الله. المقرر هو تفويج 19,145 حاج مبدئيا، قابل لزيادة قد يصل إلى 25,000 حاج إن شاء الله. تتم العملية بالتنسيق مع هيئة الحج ومطار بغداد الدولي بتسييج وتفويج الحجاج بشكل سلس ويرضي الحجاج إن شاء الله، حيث تم تسقيط عدد الأفواج على عدد السلوتات أو الخانات الزمنية الممنوحة لنا من الجانب السعودي بما يتلائم مع الطائرات المخصصة. من المفترض أن تستمر العملية من اليوم إلى 6 من الشهر القادم إن شاء الله ضمن الخطة المعدة، وإن شاء الله نكمل المرحلة الأولى التفويج من العراق إلى مكة المكرمة قبل الموعد المحدد 3 أيام. هذا كله بتوجيه من رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشاع السوداني وبدعم وإشراف موقعي حقيقي من قبل السيد معالي وزير النقل. أكدت مفوضية الانتخابات أن التمديد القادم لمجلس المفوضية سيكون لغاية 7 من كانون الثاني من العام المقبل، مشيرة إلى أنه التمديد الأخير. رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل قال إن مكاتب المفوضية مستمرة بعملها في توزيع البطاقات البيومترية على المواطنين المحدثين. وأوضح جميل أن مجلس النواب سيصوت على تمديد آخر لمجلس المفوضية الحالية ليتمكن من أداء انتخابات برلمان إقليم كردستان. أكد زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر أن عيد الغدير درء للطائفية وتفعيل للتعايش السلمي. وقال الصدر إن عيد الغدير تجسيد لوصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي عليه السلام. فإن طالبنا بعطلة في يوم الغدير فذلك درء للطائفية وتفعيل للتعايش السلمي. وإذ يطالب البعض بعطلة مقابل عطلة يوم الغدير وشتان ما بين العطلتين، عيد الغدير تنصيب الرسول لخليفته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقيل أن يوم الغدير إعلان عن محبة الرسول لعلي بن أبي طالب، فلما لم يعلن الرسول محبته لفلان أو فلان؟ من جهته لوح إمام وخطيب جامع أبي حنيفة عبد الوهاب السامرائي بمطالبة السنة بعطلة رسمية تحت مسمى يوم السقيفة بتنصيب أبو بكر بالخلافة في حال المضي بتشريع قانون عطلة الغدير من قبل البرلمان. نحن نعتقد أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين، هم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا تلجئوننا إلى أن نطالب أيضا بأن يكون يوم تولية الفاروق يوم وطني، وهذا هويتنا، يوم تولية الخليفة الأول سيد الخلق بعد سيد الخلق محمد سيدنا أبي بكر الصديق، هذا عيد أيضا.
هذا وشهدت العاصمة بغداد إقامة صلاة جمعة موحدة تأييدا لمطلب جعل يوم عيد الغدير عطلة رسمية. قيادة في التيار الوطني الشيعي أكدوا للرابعة أن هناك من يسعى من السياسيين لإذكاء الفتنة والتحريض الطائفي عبر إثارة المواضيع الطائفية، موضحين أن الصلاة الموحدة هي لرص الصفوف بين أبناء الشعب ورفض الفتنة والتحريض. عيد الغدير أمر من الله. هذه الجمعة المليونية بصلاة جمعة موحدة عبادية نطالب بمطلب عالي، وهو أن يكون عيد الغدير عطلة وطنية، وهذا لم يتأتى عن فراغ، إنما تأتى من القرآن والسنة والتأكيد على هذا اليوم المهم. طبعا هذه الصلاة هي دعوة لأبناء السنة والشيعة لرص الصف العراقي حتى نتجاوز المحن والفتن، وبعض السياسيين سياسيين الصدفة الذين بدأوا يعملون على طائفية سواء كان من الجانب السني أو من الجانب الشيعي. هنالك سياسيين سياسي صدفة وسياسيين طائفيين يلعبون على أوتار ظلم أبناء الشعب العراقي وفتنة كبيرة، سوف تفوت هذه الفتنة بصلاة موحدة هنا على المحبة والسلام ودعوة لكل أبناء الشعب العراقي. صلاة الجمعة الموحدة في مدينة الشعلة الصدرين وفي جانب الكرق استجابة لدعوة سماحة السيد القائد مقتدى الصدر بإقامة صلاة الجمعة في جميع المحافظات العراق ومنها بغداد، وبالتأكيد هذا إفاء لمرجعنا وفي ذكرى استشهاد المرجع الكبير محمد صادق الصدر، وكذلك هناك تأكيد لمطلب تشريع قانون الغدير. بأن يكون عيد الغدير عطلة رسمية. أعلنت قيادة قوات الحدود القبض على 7 مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظات البصرة وديالى وواسط. بيان للقيادة ذكر أن مراكز شرطة جمرك الشلامجة والمنذرية وزرباطية تمكنت من ضبط 6 مسافرين أجانب ومسافر عراقي بحوزتهم مواد مخدرة نوع ميداتون وكريستال، وأكد إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى القضاء. تنتشر مئات كاميرات المراقبة في كربلاء المقدسة للكشف عن الجرائم وضبط الأمن في المحافظة. التقنيات المتطورة ووتيرة عملها نتابعها مع مراسلنا في المدينة معتز العبودي. أكثر من 400 كاميرا مراقبة تعمل بالذكاء الاصطناعي نصبت في عدة مناطق من محافظة كربلاء المقدسة بهدف رصد الحركات المشبوهة والإسهام بالكشف عن هويات منفذي الجرائم والعمليات الإرهابية، فضلاً عن السيطرة على الزخم المروري الذي تشهده المدينة المقدسة خلال الزيارات الدينية. أكثر من 400 كاميرا منتشرة في عموم المحافظة، إضافة إلى المرحلة الأولى التي تجاوزت 1200 كاميرا. هذه المرحلة الثانية تمتاز بتدخل الذكاء الصناعي من خلال تحرك دوريات النجدة وبقية الأجهزة الاختصاصية، من خلال تعامل الذكاء الصناعي مع المواطنين ومع أي حالة تحصل ضمن قاطع المسؤولية وضمن قاطع هذه الكاميرات. هذا المشروع إلى جانب منظومة كاميرات المراقبة الحديثة التابعة للعتبات المقدسة والتي تضم أكثر من 800 كاميرا، يسهم بجعل عمل الجهات الأمنية أكثر سهولة في وقت شهدت مداخل المدينة نشر عشرات كاميرات المراقبة لمنع أي خرق أمني محتمل. أهمية الكاميرا جدا مهمة، خاصة على مستوى محافظة كربلاء، انه بوجود فيها عدد زائرين هائله، تضخم سكاني، يحتاج الى جميع المحافظه كاميرات مراقبه تفيد من تقليل من الجرائم والاحداث والمشاكل التي تحدث خلف الكواليس، اضافه الى تقليل التعب والجهد على قواتنا الامنيه. كما ان وجود الذكاء الاصطناعي في هذه الكاميرات سيعزز
في سرعة كشف الجريمة، وكذلك سيحدد الأشخاص المطلوبين للقضاء العراقي وكذلك المتهمين بعمليات إرهابية. اليوم هذه الفقرة ضرورية في عملية إدخالها على الكاميرات المراقبة لتحدد قبل دخول المجرم إلى محافظة كفا ويتم القبض عليه من قبل القوات الأمنية. إدخال التقنيات الحديثة والمتطورة ودمجها بالمنظومة الأمنية يساهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع، بالإضافة إلى ضمان سيابية دخول الزائرين والوافدين إلى هذه المدينة المقدسة، لا سيما خلال الزيارات الدينية التي يشارك فيها الملايين من المسلمين من داخل العراق وخارجه. من كربلاء المقدسة، معتز العبودي، الرابعة. تتضارب الأنباء حول وجود مقبرة جماعية من عدمها وسط مدينة الحلة، إذ تنتظر مؤسسة الشهداء وصول نتائج العظام التي وجدت هناك من بغداد للبت في الموضوع وإكمال الحفر. تفاصيل القضية وشهادة بعض المواطنين وثقها لنا مراسلنا في بابل زيد الشهية في هذا التقرير. على وقع شهادة 7 أشخاص بالحادثة وفي عمق 2.5 متر، بدأت اللجان التابعة لمؤسسة الشهداء بالحفر في تقاطع ما يسمى باب المشهد وسط مدينة الحلة، بحثا عن رفات 50 شخصا استشهدوا في الانتفاضة الشعبانية ورميهم بحفرة كانت معدة لدائرة الاتصالات آنذاك، ليستغل بذلك نظام البعث هذا المكان الجاهز لدفنهم بعد تحميلهم بعجلة الجريدر على شكل تلال من الجثث محملة بقلابها على حد قول المخبر عن مكان المقبرة. على ما يبدو أن القوات آنذاك استغلت وجود هذه الحفرة المحفورة مسبقا لأجل الاتصالات، بعد ردم الحفرة بعد وضع الرفات فيها تم إهمالها وعدم فتحها نهائيا، وتم وضع كابينة أخرى اللي بجانبها وإهمال الكابينة الأولى وتم رفعها وترك ما تحتها. وبحسب مؤسسة الشهداء فإن نظام البعث كان يعتمد على المناطق غير المأهولة بالسكان لإنشاء مقابر جماعية كالمقابر الموجودة في ناحية المحاويل والتي تحتوي على رفات أكثر من 4000 شهيد، إلا أن هذا المكان يختلف بالطريقة التي يتبعها النظام السابق مما أثار الشكوك حول صحة وجودها رغم الكشف على مجموعة من العظام. يشتبه أو كان أكو شهود بأنه تركتر جابت الجثث فتم دفنهم بتقاطع باب المشهد. الأسبوع الماضي تم الحفر وتنقيب هذا المكان، نعم وجدت هناك رفات لكن المياه الآسنة ومياه الجوفية مفسخت العظام وتم نقل هذه الرفات إلى طب العدلي وإلى دائرة حماية المقابر الجماعية في بغداد للتأكد من صحة. ويقول مجموعة من الشهود أن هذه المقبرة تم دفن الجثث فيها لسرعة الحدث في الانتفاضة الشعبانية بعد جلب الشهداء من المستشفى القريبة عليها. ما بين نفي وتأكيد على وجود مقبرة جماعية في هذا المكان، يستند الفريق التابع لمؤسسة الشهداء على كشف الدلائل كالعظام وبانتظار النتيجة التي ستصدر خلال قادم الأيام. زيد الشهيب، الرابعة، بابل. خلاف بين المقاولين المحالة إليهم المشاريع تسبب بتلكؤ العمل الخدمي، هذا ما أكده مواطنون في قضاء الحسينية في بغداد. مراسلنا مصطفى علوج زار المنطقة ووثق لنا التفاصيل في هذا التقرير. بينما تمضي الحكومة بتنفيذ المشاريع الخدمية في مناطق مختلفة من العاصمة تتلكأ بعضها في مناحي أخرى، فهنا في قضاء الحسينية في الشمال الشرقي لبغداد وفي منطقة مسقط تحديدا يعاني الأهالي بسبب بطء إنجاز المشاريع التي فاقمت معاناتهم وعطلت الكثير من المصالح. والله قاعد نعاني أهالي منطقة الحسينية مسقط شارع العقيد والمحلة مالتنا والمحلات اللي يمنا،
نعاني معاناة يعني شديدة ومريرة معاناتنا. نشوف أكو عمل بس العمل بطيء كلش، يعني صار هالسنين يشتغلون بالحسينية وماكو ما يبين إنجاز عمل عندهم، وحتى إذا اشتغلوا وعملهم هو هم غلط مو صحيح وهم بطيء. عندك هسه الساهرون، منطقة الساهرون شارع عقيد علي، طوب له إذا طب السيارة يعني دمار، ماكو أي شغلة خدمية به، لا مي لا كهرباء به حر لا تبليط لا، وعندنا أطفالنا من تروح للمدرسة بالطينة كيفك الحسين حتى تكتك ما تفوت. قصوا الشوارع مالتنا، وصلنا للرصيف هاي المرحلة بعد ما كل حدنا التبليغ، منتظرين شو وقت رحمة الله يعني. ويعزو الأهالي أسباب تباطؤ إنجاز الخدمات في المنطقة لوجود خلافات بين المقاولين المحالة إليهم هذه المشاريع أدت إلى انسحاب الشركات المنفذة وترك العمل، ما يدفعهم لمطالبة الجهات المعنية بالتدخل الفوري والوقوف على هذه الأسباب. المقاول يأخذها يبيعها إلى واحد، واحد يبيع على الثاني، توصل على أخير واحد، أخير واحد لو يحصل له يعني ما حتى ما يطلع جو العمل مال. أنا سألت واحد من المقاولين أبو سلام ولا الصديق هناك، شنو سألت أستاذنا أبو سلام غير كم من المنطقة، المنطقة بحاجة إلى خدمات، الناس هاي تعبانة، يقول لي واحد يبيع على الثاني، إحنا أخذناها آخر شيء، قال والله المثل ب3000، يقول أنا عندي كرين وعندي عمال وعندي شغل، إذا ما بها أي فائدة، فعافي العمل ومشي. مشروع المي قلت لك بي استاذ، يعني احنا سمعنا كمواطنين انحال من محافظة بغداد تقريبا المتر فوق 30,000، من جينا سألنا المقاول قلنا له يابا هذا الشغل غلط، انت لا عندك مهندس مقيم لا في شيء، يجي مد البوري عامل بدون هندسة، عامل مد البوري بدون يعني لا اوزان لا في شيء كله خطأ، رغم ذلك دفنه بتراب ودفنه بقردة. ورغم غياب التعداد السكاني لأكثر من عقد من الزمن، إلا إن المؤشرات تقترب من 1,000,000 نسمة يقطنون منطقة الحسينية. إنجاز المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية سواء في هذه المنطقة أو مناطق بغداد الأخرى ستكون لها انعكاسات إيجابية على المنحيين الاجتماعي والاقتصادي بعد سنوات من تلكؤها. من الحسينية في بغداد، مصطفى علوش، الرابعة. تغيب أبسط مقومات العيش عن في منطقة البتراء في مدينة العمارة. مطالبات الأهل للجهات المعنية والوضع الخدمي للمدينة نتابعه مع مراسلنا في ميسان حمزة حسين. البتيارة أو البتراء تلك المنطقة التي لا تبعد عن مركز مدينة العمارة سوى بضع كيلومترات، إلا أنها لا تزال تفتقر الخدمات البلدية، وتعتزم حكومة ميسان أن تشملها بالخدمات بعد أن أقرت في وزارة التخطيط كوحدة إدارية مستقلة تحت مسمى ناحية البتراء. سكنة الناحية تجمعوا وطلبوا بتوفير الخدمات والتعجيل في تخصيص الأموال. المنطقة حديثة التشكيل ومهملة من زمن نظام البائد إلى هذا اليوم، وعانت هذه المنطقة كثير من النكبات بزمن نظام البائد، وحرمت من أبسط حقوقها الزراعية والإدارية، فلذلك نطالب المجلس بالإسراع بتكليفه خدمة لأبناء محافظة. ويعتقد بعض سكنة البتيارة أن المنطقة تعد من أهم المناطق الزراعية كونها تنتج محصول الشلب الذي يعد من المحاصيل الصيفية، ولكن بفعل موجة الجفاف وانحسار مياه الري تراجع إنتاجه، ما دفع سكنة المنطقة من المزارعين للمطالبة بتعيين مديرا للناحية من منطقتهم. احنا نبارك لهذه المنطقة بتأسيس هذه الناحية العريقة والتي هي يحكمها من أهلها من عشيرتها، ونبارك لهم بهذه الناحية، ونحن نطالب الحكومة بأسرع وقت ممكن لسوء الخدمات اللي عندنا قلة المياه وقلة الزراعة وقلة الصناعة. وتقع منطقة البتيارة أو البتراء في الجزء الشمالي الغربي من مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، ويمر بجوارها طريق يا حسين الرابط بين محافظة ميسان والمحافظات الفرات الأوسط، وتعد من المناطق الزراعية لكونها تضم مساحات زراعية شاسعة تزرع الحنطة في الشتاء والشلف في الصيف. طبعا نبارك لأهالي منطقة البتيرة لاستحداث هذه الناحية، طبعا هاي منطقة مهمة، منطقة تجارية، منطقة زراعية، منطقة مرور الزائرين، وممكن تكون من أفضل مناطق ميسان، وإن شاء الله سيتم انتخاب مدير ناحية
وتوفير كافة الخدمات، وبدورنا نحن مجلس محافظة ميسان داعمين لهذه الناحية لكي تكون نموذج لباقي النواحي في محافظة ميسان. بعد إدراجها كوحدة إدارية مستقلة تحت مسمى بالناحية، الأهالي يطالبون بتوفير الخدمات لمنطقتهم التي تعد من أهم المناطق الزراعية في المحافظة. حمزة حسين، قناة الرابعة، ميسان. وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع مع الحكومة المحلية في ميسان ملف المشاريع المتلكئة والمتعلقة بعمل وزارته، لافتاً إلى ضرورة استكمالها بأسرع وقت ممكن. المشاريع المتلكية والمتوقفة تحدثنا عنها بصراحة أمام القادة المحليين في شقيهم التنفيذي والتشريعي، وتحدثنا بالتفصيل عن كل واحدة من هذه. أيضا تحدثنا عن هموم الشباب الميساني والرياضي، شباب الميساني والرياضي ميسان، وكذلك وضعنا خريطة تعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة والسيد المحافظ مع كل مديرياته بضمنها مديرية الشباب والرياضة، ما يعانوه بالحقيقة مطلعين عليه بشكل كامل، وتفهم السيد المحافظ ذلك، ونحن ومع السيد المحافظ حاضرون وجاهزون لدعم كل شبابنا الميساني. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 39 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية فضلا عن 5 وفيات منذ بداية العام. المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قال أن الإصابات والوفيات تصدرتها ذي قار بتسجيل 12 إصابة وحالتي وفاة، فيما سجل 32 ب6 إصابات وحالة وفاة، لافتا إلى أن وزارة الصحة وفرت كافة مستلزمات التشخيص وردهات لعزل الحالات المشتبه بها. ختام النشر، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. إجماع نيابي على حسم رئاسة البرلمان اليوم، الكفة تميل للمشهداني وتقدم توقع وثيقة لانتخابه. تفويج أولى قوافل الحجاج من مطار بغداد، والداخلية تؤكد تأمين الطرق البرية لضيوف الرحمن. المفوضية تحدد موعد انتهاء صلاحية عملها، وتواصل استعداداتها لإجراء الاقتراع في كردستان العراق. المطالبات بعطلة عيد الغدير تتعالى، الصدر يعدها درء للطائفية، والمكون السني يلوح بخيار آخر. ختام النشر، شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله ورعايته.